أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من التريكو. اليوم نتعلم نعمل مثل هالشكل الحلو هذا. هو عبارة عن تداخل لونين أو أكثر، أو ممكن تعملوها بلون واحد. الفكرة هون إنه بتعمل أول شي دورين وش قفا وأربع أدوار من لون تاني مشان يتوضحوا معنا هدول الطابات أو الكرات، أو ممكن نسميهم القطبة المنتفخة. هلا أنا عاملة هون دور الوش اللي هو أول شي بنبدأ فيه. هلا بدنا نشتغل دور القفا. هذا القفا تبع الشغل بيطلع كمان مرتب. نشتغل عادي وش قفا بس منغير اللون. هلا أنا رح أشتغل كام قطبة قفا. بهالطريقة بدنا نشتغل قفا لحتى يخلص الدور كله. بندخل بعدين اللون الكحلي. نشتغل باللون الكحلي كمان أربع أدوار، اثنين وش واثنين قفا. نبدأ باللون الكحلي نشتغل قطع بوش. وهي الرسمة كمان بتعلمكم كيف تدخلوا الألوان مع بعض إذا عندكم لونين أو أكثر. تشتغلوا هيك قطع بوش لحتى يخلص الدور، بترجعوا بتعملوا قفا، بترجعوا بتعملوا وش، بصير معنا أربع أدوار. هلا انا اشتغل الدورين وبعدين الاربعة. ناخد هلا اللون الجديد اللي هو ها، طبعا انتو حي على اللون بتحبوه بتحطوه. نشتغل قطبتين. هاي القطبة بدنا نكرر لعندهم. اثنين ثلاثة أربعة. ندخل كل القطب اللي كريناه هون معه. نلف لفة على السنارة، نسحبهم كلهم مع بعض بهالطريقة. منعد ثلاث قطب، واحد اثنين ثلاثة. نرجع كمان هون منعيد نفس العملية. احنا بنقدر هاي من القطع ننكرهم بايدنا. مندخلهم كلهم بالسنارة، منلف لفة على السنارة، منطلعهم كلهم مع بعض. منتابع الشغل من عدة ثلاثة اثنين ثلاثة. نرجع كمان هون منعيد نفس الخطوة. هاي هي القطبة، ندخلها مع هدول.
طبعا وقت بنلف عليهم الخيط بيمكنوا كلهم مع هي القطنة. بنكمل لآخر الدور بنفس الطريقة. بس تخلصوا الدور الأخير ترجعوا بدور القفة، هذا القفة تبع الشغل، بتكملوا الدور لآخر قفة، ترجعوا بتعملوا 4 أدوار باللون الثاني، وش قفة وش قفة، وتعيدوا نفس الخطوة اللي عملناها. بننزل القطبة ومنكر 4 قطب يلي فوقها وبنرجع بنضمهم كلهم بقطبة واحدة، بصير معنا نقشة أو رسمة كتير حلوة تستفيدوا منها بالكنزات بالشالات، ممكن تعملوا كمان منها شنط. هذا شكل الرسمة بيطلع. أتمنى يعجبكم هذا الشرح، لايك للفيديو، لايك لصفحتي على الفيسبوك، اشتركوا في قناتي على اليوتيوب، زوروا مدونة المحترفة. إلى اللقاء. أربع قطع هلا. هاي القطبة ننزلها من السنارة، من كلهم ندخل فيها السنارة مع هدول كلهم مثل أول البداية، نطلعهم كلهم. بنكمل لآخر الدور. هيك بيكونوا معنا هدول المنتفخين أو الكرات صاروا متخاذفين. وإذا بدناهم بنفس الاتجاه بنعمل على نفس هذا الخط. ندخلها بكل القطب، نلف الخيط بهالطريقة. هذا الخلف تبع الشغل. أتمنى يعجبكم هذا الشرح، لايك للفيديو، لايك لصفحتي على الفيسبوك، اشتركوا في قناتي على اليوتيوب، زوروا مدونة المحترفة. إلى اللقاء.